السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. قال ابن سيرين أن القبلة في الحلم تدل على الإقبال من الفاعل على المفعول، والتقبيل في الحلم على الخد أو الجبين ترمز للمحبة والتعبير عنه. أما رؤية القبلة في الفم في المنام فترمز لمنفعة متبادلة. وفسر ابن شاهين التقبيل والقبلة في المنام بالإقبال على الدنيا، وتقبيل الرجل للمرأة في المنام يدل على الاستفادة من مالها وحسبها والدة، ويكون له خير في سنته بذلك. ويقول الشيخ النابلسي أن حلم القبلة في الفم يرمز للمال الوفير. أما الشيخ النابلسي فيقول عن القبلة في الخد في المنام أنها مال ينال أو الرى ممن يقبله مثل القبلة من الفم. ويقول الشيخ النابلسي رؤية تقبيل الميت في الحلم تعود على الراء بالنفع من عمل أو مال أو معرفة. ورؤية القبلة أو البوسة في المنام للمرأة عموما تدل على المنفعة والمصلحة، ورؤية القبلة على الفم للمرأة من الشهوة تدل على شهادة الزور. ويقول ابن سيرين أن رؤية الرجل يقبل رجلا في المنام تدل على الخير بينهما، وينال الفاعل من المفعول به خيرا كبيرا. فيما تقبيل يد في المنام عموما تدل على طلب حاجة أو على الامتنان، فرؤية تقبيل يد الزوجة في المنام تدل على الامتنان لا. وتقبيل الحيوانات في المنام عموما يدل على اتباع الشهوات التي تؤذي صاحبها، فيما تقبيل العدو في المنام يدل على تهدئة صديق غاضب. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.